مفيش لعيب مدافع، مفيش حد، محدش جري منه، مفيش لعيب يعني ما كلوش غلطة دفاعية، وإلا ده يبقى مين ده؟ هتقولي مين ده؟ دول هم اتنين ابرز مباراتين، لا في رايي ولا في رايك، في راي الكابتن خالد بيومي. نشوفه. كابتن خالد، مين في لعيبه النادي الاهلي النهارده انت حسيت انه عمل كل اللي عليه؟ يعني مين اللعيبه العلامات النهارده في الاهلي؟ اتنين، محمد هاني وجهه نظره ان لعب على اتنين لعيبه اعوذ بالله من غضب الله ما عندهمش رحمه في الكوره. واحد كان جسله كمان والتاني جنابري كان بيحاول عليه، وبصراحه الولد عمل مباراه اكثر من رائعه. انا كنت خايف، يعني انا شخصيا كنت خايف من محمد هاني، محمد هاني النهارده كان يعني اعظم من اي لعيب موجود في الملعب، كان هايل وكان بيقوم بدوره الهجومي وكل حاجه. اي فرقه في العالم بتبقى عامله حساب لليريو ساني اللي نزل في الشوط الثاني، بتعمل حساب لكينجسلو كمان كومان الولد الفرنسي اللي موجود الاسمر، وبتعمل حساب لجنابري، وعندك كمان الفونسو دافيز الولد الباك ليفت، بسم الله ما شاء الله عنده امكانيات عاليه جدا. وبالتالي الله يكون في محمد هاني لانه عمل دور ممتاز جدا. النقطه الثانيه هي ايمن اشرف، لما تنقل لعيب قلب دفاع وتلعبه باك ليفت ويكون بالشكل ده وبالاداء ده وبالقوه دي وبيلعب كمان على ليرو ساني وعلى كينجسلي كومان بعد الوقت لما كان بيروح هناك وبافر بالباك رايت، اعتقد ان ايمن اشرف كمان يتحط عليه 100 علامه صح لانه فعلا اداؤه كان اكثر ممتاز. وبالتالي الاثنين دول وجهه نظري اتحملوا عبء كبير واداء عالي، وكمان مش دفاعيا بس ولكن هجوميا شفنا هاني كتير قدام، ايمن اشرف شفناه كتير جدا. وبالتالي بنتكلم على اثنين عملوا مجهود كبير، عملوا لا يقل عن 10 11 كيلو في المباراه امام فرقه كبيره جدا زي الطير، عندها سرعه اطراف، عندها لعيبه عمق ممتازين، عندها وسط ملعب اكثر من رائع. فبالتالي الاثنين دول هخصهم بالذات، اثنين كبار جدا في المباراه، احييهم من كل قلبي ولازم جمهور الاهلي يحييهم كمان ويشيد بيهم. الكابتن خالد بيومي اتفق معانا، والله انا ما سمعته، اتفق ان هاني وايمن اشرف يعني هم الابرز في هذه المباراه. انا بختار يعني طبعا مجموعه الدفاع كلها الحقيقه، لكن دول بالذات، وخصوصا محمد هاني اللي تبادل عليه اثنين من اتقل لعيبه البايرن، وفي الدحيل نفس الشيء تبادل عليه اثنين من اتقل لعيبه الدحيل. هاني وايمن بسم الله ما شاء الله عليهم يكتسبوا الخبره والنضج، ويا رب كده التوفيق المستمر. الحقيقة بدر بنون كمان عمل مباراة كبيرة جدا، واللي كان إضافة قوية جدا ياسر إبراهيم لما تحرك أيمن أشرف للناحية الشمال، ياسر كان إضافة كبيرة جدا في المنطقة دي طبعا. فبقيت أنت عندك أربعة في الخط الخلفي كلهم أقوى من بعض في حتة حتى الضغط والرقابة. والحقيقة ياسر يحيي على شخصيته أنه صحيح يغيب وعندما يستدعى يكون في الموعد في المستوى. فيعني لازم نحييه. مفيش حد قصر، كل واحد بذل المجهود اللي عليه وفقا لظروف المباراة. اللي الأهلي لما خسرها 2-0 ما ينفعش تحفل عليه. مش الأهلي اللي يتحفل عليه، وده مش كلامنا، ده كلام الأستاذ عمرو أديب. نشوف. حد النهارده بيفكر يحفل على الأهلي مش هيعرف. يعني ما عندكش أدوات تحفيل. طبعا هو المفروض ده ما يحصلش في أي حال من الأحوال، لكن لا يستطيع أحد أن يحفل على الأهلي النهاردة. اللي تقدر تعمله النهاردة إن أنت تقول إن الأهلي لعب مباراة جيدة جدا، خاصة في الشوط الثاني، روح عالية جدا، هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي احنا نعرفها. مش الاهلي اللي يتحفل عليها يا باشمهندس، الاهلي كان بيلعب فريق بالمليارات. والله لا الاهلي ولا غير الاهلي. موضوع التحفيل ده تفاهه. وانا بشوف ان موضوع التحفيل ده يعني ملوش دعوه بالرياضه خالص، دي ناس قاعده عايزه تضايق بعضها وخلاص. لكن هو لما يتكلم على التحفيل لا انا معاه، لان التحفيل ياتي من نقاد، ياتي من مقدمين برامج، ياتي من اعلام. ده انت تندهش من الناس اللي خلاص تاجرت بالتحفيل. يعني مش معقوله ان كل يعني قيمتك وانت يعني منهم اللعيب الجميل الفذ ومنهم الناقد المخضرم، وبعدين كل قيمته تنحصر في افيه يعمله ولا تحفيل علشان يسمع ويبقى ترند. يعني احنا واصلين وصلنا للمدرسه الشعبانويه.
خلينا نقول ان دي المدرسه الشعبانويه بالنسبه لشعبان عبد الرحيم. مهرجانات لشعبان عبد الرحيم. اه يعني لا واي يعني كلام في التوهان يسمع والناس تنبسط منه. يعني يعني ده تحفيل مهرجانات زي اغاني المهرجانات. اه بس يعني فانا معاه مش الاهلي اللي ما ينفعش. وخصوصا الاهلي يعني عايز اصخها كده يا جماعه، ما ينفعش نحفل على حد بذل غايه الجهد وبيؤدي وهو في مكانه لم نصل اليها، فنحفل عليه لا هو ولا غيره. واللي في مكان الاهلي يكون في الموقف ده ما ينفعش يتحفل عليه. مش الاهلي. مش الاهلي طبعا. طب امال الزميل ابراهيم فايق رايه ايه اللي حصل من الاهلي؟